بناء على ما حققناه من نمو في حجم أعمالنا وانعكاس ذلك على استمرار نمو أرباح المجموعة، وفي ظل سعينا لتحقيق هدفنا الرئيسي من تعظيم القيمة المضافة لمساهمي البنك، يسر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 226.4 مليون دينار كويتي، بما يعادل 35 فلس لكل سهم، ويمثل هذا المبلغ نحو 56.4% من صافي أرباح المجموعة للعام 2019. كما يوصي مجلس الإدارة بتوزيع نسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع كأسهم منحة. اليوم الخطط العريضة لاستراتيجيتنا ونتائجنا المالية للعام 2019، والتي تحقق فيها مجموعة بنك الكويت الوطني فيها أرباح صافية بمبلغ 401.3 مليون دينار بنمو نسبته 8.3% بالمقارنة مع عام 2018. لقد شكل عام 2019 آخر عام آخر من النمو القوي لميزانية البنك العمومية، حيث سجلت الموجودات الإجمالية نمواً بواقع 6.7% على أساس سنوي لتبلغ 29.3 مليار دينار كويتي، كما ارتفع حقوق المساهمين لتبلغ 3.2 مليار دينار كويتي، وشهدت القروض والسلفيات الإجمالية نمواً بنسبة 6.8 لتصل إلى 16.6 مليار دينار كويتي، وزادت ودائع العملاء بواقع 10.7 إلى 15.9 مليار دينار كويتي. يأتي انطلاقنا لإطلاقنا للمختبر الرقمي بصدارة قائمة إنجازاتنا للعام 2019، وذلك لما نرى له من دور حيوي لصياغة المستقبل الرقمي للمجموعة، ودعم تفوقنا في تقديم الخدمات الرقمية على مستوى المنطقة في ظل فلسفة عمل المختبر التي ترتكز في الأساس على وضع العميل وتلبية احتياجاته في بؤرة الاهتمام. كذلك قمنا بتدشين مركز البيانات الجديد، والذي نعتبره إضافة مهمة لنظراً لما سيقوم به من دور مؤثر في تحليل ومعالجة البيانات في كافة الأسواق التي نعمل بها، من أجل فهم احتياجات العملاء والتنبؤ بسلوكهم على نحو أفضل. بالنسبة للمنتجات والخدمات المصرفية الريتيل بانكينج، أحرزنا تقدم هائل في تحسين قنواتنا الإلكترونية مثل الإنترنت والموبايل، واليوم احنا بكل فخر نملك افضل التطبيقات المصرفيه عبر الموبايل على مستوى الكويت والمنطقه. ادخلنا 17 خدمه جديده وتحديث خلال 2019، ومنها على سبيل المثال للحصر فتح وديعه ثابته بكل العملات، اطلاق خدمه ام بي كي جيو اليرت، اللي هو العميل لما يكون يمشي في اي محل خصوصا في الأسواق المولز تي للمسج أن إذا دخلت هالمحل ممكن تحصل على خصم وشيء، وهذا الوحيدين البنك الوطني اللي قدمه كخدمة لعملائه. وكذلك التحديثات الجديدة عن خدمات صناديق الاستثمار والتحويل إلى البروكرج.